سمعت من شوية حضرتك في الفتاوى اللي في الموبايل، يعني إن الإنسان يثاب على ما ينفق به إلا البناء. أنا لم أقرر هذا، أنا طلبت مراجعة لفظ الحديث، لكن قلت إن صح فمحمول على الطرف الزائد في البناء، لكن إذا بنيت لأهلك بيتا يكنهم المطر ويكنهم الحر. لا سكن حضرتك فضيلتك في بيت كويس ولا كده، بس ببني له بيت تاني برضه من باب التوسعة لأبنائي بقى مستقبلا، هل أوقف البناء فيه؟ لا 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 توقف، أكمل أكمل أكمل. نعم الله يبارك فيك، ثاب عليه إن شاء الله تثاب عليه بإذن الله.